بص السنة اللي فاتت الحصة اللي فاتت أخذنا الدرس اللي هو الخطوات التنفيذية لأي قطعة ملبسية، والمرة اللي فاتت كلمتكم على الباترونات وقلت لكم أنواع الباترونات وقلت لكم إن في باترونات مسطحة، وخدنا المرة اللي فاتت إزاي ناخد مقاسات الجسم. خلاص كلها يعني كلنا خدنا بعض كده مقاسات الجسم خدناها بالوزن. طيب النهاردة بقى عندي برضه درس تابع الخطوات التنفيذية لأي قطعة ملبسية. النهاردة إن شاء الله هنرسم مع بعض باترون مسطح وهننفذه على القماش، سهل جدا وما فيهوش أي حاجة، والخياطة اللي فيه بسيطة جدا، وإن شاء الله الخياطة هنخليها للحصة الجاية. فدلوقتي كل اللي مطلوب مني الباترون بتاعي هعمله عبارة عن مستطيل. المستطيل دوت المفروض إن هو متر ونص في متر ونص. خلاص كده هيبقى ايه؟ مش مستطيل، هيبقى ايه؟ مربع. حلو، هعمل ايه بقى؟ المتر ونص في متر ونص دول هقسمهم وانا شغاله، يعني وانا شغاله هعتبر ان انا قسمت المربع بتاعي، فيبقى ايه؟ هيبقى متر ونص في 75، هيبقى متر ونص في 75، هيبقى كده مستطيل. هبتدي الاول ان انا هرسم المستطيل بتاعي. انا هنا الرسم بتاعي هيبقى رسم كروكي، مقاسات مش مظبوطه طبعا، لكن هنبين ازاي نعمل الباترون بتاع الشغل بتاع النهارده. انا هقول ان ده اللي تحت كده ده ايه؟ المتر ونص واحد متر. يبقى انا كده عندي هنا ال 150 سنتي او المتر ونص، دول اتنوا بقت هنا ايه؟ 75 سنتي. خلاص يبقى انا هنا وانا شغاله هنا القماش مدني، هنا القماش مفروض زي ما انا مطبقه القماشه بتاعتي على كده. بصوا تانيها ازاي. خلاص كده. طيب المستطيل بتاعي ده مثلا هسميه الف ا ج د لحد كده، تمام ماشي. طيب دلوقتي انا عايزه الباترون اللي قدامي ده عايزه بقى ابتدي ان انا ارسم فيه امام وارسم فيه خلف. طيب نعمل ازاي الموضوع دوت؟ هاجي من الف هخش هنا كده 55 سنتي. خلاص؟ وهاخد نقطه. تمام؟ وهاجي من بيه